ميشا ونيل، أخبرتك أن هذا ليس لعبة. ما هذا؟ إنه كنزي الثمين وأغلى ممتلكات أمارو. كان يعلقه في رباط حول رقبته كي يكون قريباً من قلبه. لكنك قمت بسرقته. اضطررت لذلك. هل تعرفين ما هو؟ إنه قرص تشفير، رسالة مشفرة. نعم، وإذا تكبد أمارو عناء تشفير الرسالة فعلينا معرفة ما هي. دعيني أحاول. ربما تقود الشفرة إلى مكان العالم السفلي المغمور بالماء. في صليب المايا يأتي الماء من الجنوب، ويرتبط الجنوب باللون الأصفر. طريق، جبل، سماء، شرق. يبدو هذا واعداً. كشف ترتيب الرموز عن موقع محتمل. أتعني هذه أي شيء لك؟ طريق الجبل، طريق السماء، الجبل الشرقي؟ نعم، عاش أمارو وعائلته بالقرب من قاعدة الجبل الشرقي في صغره. لابد أنه يعرف المنطقة جيداً إذن، مما يجعله أنسب مكان ليخبئ فيه شيئاً مهماً. سأعلمك بما أجده. أتطلع إلى ذلك. معذرة. بيشتون؟ أود معرفة إذا كنت تعيش هنا منذ زمن طويل. تولاكا لينكوشتل، كنت لكيوتش بيو. إذن لقد عرفت أمارو عندما كان أصغر سناً. موينكاخو لامارو؟ أم بي بيشانو سكون. أمارو نوخوش سكون سليل أولي ماتي تشوتان خشاخ كوبول تو كتولالوب خشوتس توتانوب بالوب ماكاخولانوبي وتستوتان وكاخولتيكوب بالوب ويجوكولكاب باكباشتيكوبا بالسايري ليو أخشين بالو جيت الأمارو وأخ. إذن كان مقربين. ماتي تشوباتي كوباو تولاكال سكون سيلوب كوباتلوب وواشكين بالي لكتولوبا سبوكامول ناتي كوباوب لأول الحاج أتسوبيسي كوباو. وبالنسبة إلى أي شخص آخر؟ أم مش ماك كوباختالو سنات سالتيوب تشين تشابي لوكي مكولتيكوب بالوب تشين لتيوب ويوهلوب جانتوش أتاكي كوباوب. مخبأ؟ بي ناكا لوكوشلوبي ساستن تسوكو جوجتال بيش كاتشو يليكوبتي؟ طريق السماء؟ بيو وبالي الكان أم أود اتباع ذاك الطريق. هل هناك أي تخمينات إلى أين يقود؟ أم ما إن ووخل واتسوكا ويليكي بالي تجوك خمبل ويتزيانون موشكاها كانكال. Thank you.
يك جلل كوتشيل تصون مشانو كبتالتي لبيسكينوب كوتالوبو مش بكين كاتشكو ساتالوب تولاك باتو جامل كينزي كات هاك بوتس توتانوب كوتيك باكال كيتل مخاسيكو يول لساتال كاتشكو نشانتا لاتوكولتيكيل كيبتالول كاناني الوجي تاقلكينو هيت سامادو تسوكو بيستالي لا عجب أن أمارو شدد على حراسته. هذه هي مقبرة سايري. يوجد نقش باللغة اللاتينية. لن أتردد مجدداً أبداً. أتساءل عما يعنيه هذا. هناك مفتاح أيضاً. حسناً، لنجرب اللون الأحمر في الشمال. رقص، شجرة، مياه، تسعة، إنها تعني العديد أيضاً. مياه راقصة قرب العديد من الأشجار. أعتقد أنني أعرف على ما ينطبق هذا الوصف. ما رأيك في مياه راقصة بجوار العديد من الأشجار؟ مستحيل، لا يمكنني حمل المزيد. Thank you.
سيقودني هذا؟ علي استخدام بوابة قناة التصريف. كل شيء مرتفع للغاية. كل شيء مرتفع للغاية. فعلتها، تقدمت. حان وقت ربط كل شيء.
لنستخدم العارضة الوسطى مرة أخرى. الأماكن ممتلئة، لا أستطيع حمل طعام فاسد من ترينيتي. كيف وجدوا هذا الكهف؟ المفتاح يناسب هذا الصندوق، ربما نجد الأجوبة داخله. سايري، إليك بعض الطعام لتوزيعه على قومنا. أتمنى لو كنت حصلت عليه أسرع من هذا قبل أن تذهب للصيد، خاصة أن المسؤولية تقع على عاتقي بصفتي أخاك الأكبر. لكن لطالما كنت عنيداً للغاية كباقي أفراد عائلتنا، حصلت عليه من ترينيتي، مجموعة الغرباء السرية التي أخبرتك عنها. لقد وعدوني بالمزيد، لكن علي فعل شيء لهم أولاً. ستجدني في القرية القديمة خلف البوابة التي وضعت لحماية الناس من الفطر الأحمر. أمرو، أياً كان سر قرص التشفير هذا، فلا أظنه متعلقاً بالصراع الدائر. أعتقد أنها قصة قديمة وشخصية جداً. إذا حلفني الحظ، فسأجد الإجابة في القرية القديمة. الأماكن ممتلئة، لا أستطيع حمل المزيد. لابد أن هذا هو الفطر الأحمر الذي ذكره أمارو في رسالته. من الواضح أنه مميت. يجب أن أضع المدفع في الموقع المناسب. يجب أن أضع المدفع في الموقع المناسب. لابد أن ترينيتي هي من وضعت هذه هنا. لابد أن تكن البوابة للحماية فقط، بل لإخفاء هذه المقبرة، وكان أمارو يعلم أنها هنا. العبور بين الأبواب خطير جداً، لكن لا يمكنني اجتياز ذلك الحاجز. Thank you.
علي رفع المدفع. إنها موجودة هنا لسبب، لابد أنها مفيدة بشكل ما. بشكل ما. رباه، جثث كثيرة جدا، علي تجنب هذه الأبواب. هذا البناء بالكامل هو اختبار لقيادة جماعة ترينيتي. لو أعلن آمارو ولاءه لترينيتي مبكراً لأعطوه الطعام قبل أن يذهب سايري للصيد ويقتل. لن أتردد مجدداً أبداً. كان آمارو يقطع وعداً لأخيه المتوفى بلغات لا يقرأها أي شخص آخر في بايتيتي. شخص واحد يمكنه أن يؤكد لي كل هذا.
تجتكتين بكان تكشتك باشكشتك؟ أظن هذا بل وأكثر مما توقعت. بيان باشكا تقولتك؟ هل رأيت أمرو هنا مرة أخرى بعد المجاعة؟ لتسوكو كيميل ديتسيني؟ تنوالك تجماتك وباتيكو باو لكاكيم سايري ينباش شانكيمي شامارو ما أوش للو سناخو لك هنتن ويه تسوك للو مكا سناخي تكوباخ تولاكا لجولتي كيليك شونساحيل كوكولكان. شكرا، المساعدة كانت رائعة. كانت كوريانكا محقة، هذا القرص مهم لأمارو، قد يكون أثمن ما يملكه. ليس لدينا سبب أو الحق لإخفائه عنه. أعطيه هذا. أمارو! ماذا كانت تريد تلك الكاهنة الوقحة؟ ماذا؟ كيف؟ أعطني هذا. لقد عدت، ماذا عرفت؟ الكثير على ما أظن. ماذا حدث؟ أعدت قرص التشفير إلى أمارو، لا تشكل رسائله أي قيمة للثورة، والقرص يخصه وحده، إنه تذكار يمثل حب أمارو لأخيه سايري. تشير الرموز إلى عدة أماكن سرية مخفية في جميع أنحاء المدينة تعود للشقيقين. أحدها كان طعاماً حصل عليه من ترينيتي للمساعدة خلال المجاعة، لكن لم يتلقى سايري الرسالة لأنه كان قد مات بحلول ذلك الوقت. لم يكن أمارو دائماً الرجل الذي هو عليه الآن. أياً كانت أخطاؤه، فهو يؤمن بأنه يفعل الأفضل لبايتيتي. أعرف، لطالما كانت هذه المدينة وأهلها في قلبه. إلى جانب ما يندم عليه.